مش عارف اوصفه. يعني جاز زي دي لا تقدر بثمن. احنا كنا انا وناجي يوسف بنحارب على اللقب، مش كنا بنحارب على الفلوس او حاجه، بنحارب على اللقب يعني بتاع سديم. كل واحد من العشرين اللي موجودين دول كلهم يعتبروا فايزين. التحديات بتاعه سديم كانت كل اسبوع بيدوا تحدي جديد بيغيروا في شخصيتنا. فرحله سديم من اول تحدي لاخر تحدي خلت كل واحد فينا تفكيره وحياته وتفكيره في الفيديوهات والكونتنت كريشن كل ده اتغير، فغيرت حياتنا كلنا. كلنا بقى عندنا اهداف اكبر، طموح اكبر. سديم بقت هي بدايتنا للنجوميه. يعني اكثر شيء تقدر تستفيد من سديم من البرنامج كله التعاون بين المشتركين، شيء وايد مهم. واهم التعاون يعني برا المسابقه شيء وايد مهم. وثاني شيء لازم كل المحتوى اللي انت تقدمه لازم فيه رساله فيها، يعني لازم تقدم شيء ان انت واثق فيه. اخر مره جيت عمان كنا ست شهور وسنه، واحس ان توكم مو توكم بعدين بالسوشيال ميديا، بس في سادنلي يعني فجأة وايد سوشيال ميديا انفلونسرز، شيء وايد حلو من عمان. فودي اشوف اكثر، بدي اشوف محتوى اكثر من عمان، بس انا وايد مستانسة ان اشوفهم يعني اكثر الحين على انستغرام وسناب شات ويوتيوب. فما ادري، انا وايد مفتخرة فيكم صراحة. كملوا. الحمد لله رب العالمين، يعني فزت في سليم الموسم الاول، وهذا كان أكبر دافع حالي على أساس أطور من نفسي أكثر. سديم في عنده مجموعة من الكراكتيريز اللي يخليها حالنا في صناعة المحتوى، واحد منها الرسالة. فكل فيديوهات اللي سويتهن في سديم كان كلهن فيهن رسالة للمشاهد، سواء كانت رسالة اجتماعية، رسالة ثقافية. أهم حاجة الفيديو يكون فيه هدف. فبعد سديم كل الفيديوهات اللي قمت أسويهن قائمة على رسالة، قائمة على هدف، لأنه هو هذا الشيء اللي نحتاج نوصله خلال السوشيال ميديا، التأثير في الناس بطريقة إيجابية. طبعاً صحيح أني ما توفقت من بداية البرنامج، طلعت يمكن كان في نوع من التوتر أو الإشكالية في فكرتي، بس الحمد لله من بداية الموسم استفدنا واجد أشياء، من ضمنها الورشات اللي قدموا لنا إياها. سديم أو تجربة سديم ضافت لي دافع قوي أني ننتج أكثر وننتقل إلى مرحلة مختلفة أخرى. ورسالتي لكل صناع المحتوى في سلطنة عمان، لازم نهتم بنوع المحتوى اللي نقدمه، نقوي رسالتنا، لأن نحن مسؤولين دائما في تقديم رسالة قوية من خلال السوشيال ميديا. أحبكم برشا، وشكراً لأي واحد صوت لي، واليوتيوبرز في عمان أصحابي برشا، وبقدرة ربي باش نجيب أحذيكم باش تفرحوا بيا. توكلوني شوية حاجات عمانية. سديم ضاف لي الكثير والكثير، يعني محبة الناس وحدها تكفي. متابعين من كل الوطن العربي طبعا هذا شرف لي ويضيف لي. فسديم وصل رسالتي للعالم كله، العالم العربي.